بعد مرور عدة أيام على اندلاع الأزمة الكورية، لا يزال لهيبها يتصاعد ونطاقها يتسع. سقف التهديدات الكورية الشمالية ارتفع بإعلان الجيش حصوله على موافقة نهائية لشن غارات على الولايات المتحدة تشمل إمكانية استخدام الأسلحة النووية. التهديد الشمالي حرك الأطراف المعنية لتحديد مواقفها وأخذ استعداداتها. سول بادرت بإعلان وضع الجيش في حالة تأهب قصوى استعدادا للرد على أي هجوم صاروخي. مخاوف كوريا الجنوبية عززتها تقارير استخباراتية عن قيام بيونغ يانغ بنقل صاروخ متوسط المدى إلى ساحلها الشرقي. نراقب عن كثب كوريا الشمالية. كما ذكرت في السابق، لم نجد دلائل على استعداد لحرب شاملة، ولكننا نأخذ في الاعتبار أن استفزازاتها واردة دائما ونحن مستعدون لها. واشنطن أعلنت أنها سترسل قاعدة صواريخ دفاعية إلى جزيرة غوام في المحيط الهادئ التي تؤوي قاعدة عسكرية أمريكية. منظومة الصواريخ الأمريكية والمتوقع إرسالها خلال أسابيع تشتمل على قاذفات للصواريخ ورادارات لتحديد الأهداف. اليابان أبدت رد فعل حذر على التهديدات الكورية الشمالية، وذكرت أنها لن تنساق وراء الاستفزازات. تعتقد حكومتنا أنه لا يجب الانسياق وراء أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية. نحن نعمل مع الدول المعنية كي تمتثل بيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن، كما نحث كوريا الشمالية بشدة على ضرورة التراجع عن تهديداتها. حتى روسيا أحد حلفاء بيونغ يانغ يبدو أنها استشعرت تصاعد الخطر، فقد اعتبرت موسكو أن رفض كوريا الشمالية للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة غير مقبول، وأشارت إلى أن إعلان كوريا الشمالية عزمها استئناف العمل في برنامجها النووي يقلل فرص استئناف المباحثات السداسية.